يعني على مر العصور لم تكن صناعة السفن في مصر مجرد مهنة، بل كانت شاهدا على تطور الحضارات وازدهار التجارة. واليوم تستمر هذه الصناعة في مواكبة التكنولوجيا الحديثة لتضع مصر في مصاف الدول الرائدة في بناء السفن، مستندة إلى إرث تاريخي عريق ورؤية مستقبلية طموحة. المزيد في سياق التقرير. منذ القدم عرف الإنسان صناعة المراكب، هذه المهنة التي ارتبطت بحياة البشرية خاصة أبناء السواحل والمدن والقرى البحرية، بدءا من القوارب الصغيرة وحتى السفن العملاقة. هنا في عزبة البرج يجتمع عشرات الشباب وكبار السن والأطفال على ضفاف البحر في دمياط في عدد من الورش لصناعة مراكب الصيد والسفن التي تميزت بها هذه المدينة الجميلة. بدأت صناعة السفن نتيجة للحياة بالقرب من البحر والمسطحات المائية عامة. أول من استخدموا القوارب للتنقل عبر نهر النيل هم المصريون القدماء أصحاب الحضارة المصرية، فكانت بداية تصنيع القوارب تتم عن طريق جمع باقات من القصب في شكل سطحي متراس، أو تجويف جذوع الأشجار لتصبح على شكل قوارب بسيطة. ثم توسعت الفكرة إلى استخدام جلود الحيوانات وقطع الأشجار لإحاطة هيكل من الخيزران أو الأغصان لتكوين مانع من وصول الماء إلى ركاب القارب. عرفت صناعة القوارب في مصر منذ عهد الفراعنة، حيث حفرت رسوماتها على جدران المقابر والمعابد، كما عثر على مراكب الشمس بجوار هرم خوفو الأكبر في منطقة أهرامات الجيزة. تعد عزبة البرج والتي تقع على ضفاف البحر المتوسط ونهر النيل من الجانب الآخر لمصيف رأس البر من أكثر الأماكن التي تشتهر بتصنيع المراكب والسفن واليخوت الخشبية والمعدنية بجوار طابية عراب الأثرية التي تقع على مساحة 5 أفدنة على ضفاف النيل. وتوجد نحو 10 ورش للتصنيع والصيانة السنوية والتي يعتمد سكانها بنسبة أكثر من 90% على صيد الأسماك كمصدر للرزق. تشتهر عزبة البرج بأنها كبرى ورش تصنيع السفن بنسبة ثلث أسطول الصيد المصري بالبحر المتوسط، وتليها مدن رشيد والسويس وبورسعيد.